بس في تعليق اخير, ليه عندكم كزملاء متهمين مع آية؟ يعني انت حتى كتبت على صفحتك يعني بتقارن ما بين ام الدنيا مصر وانه آية ازاي الولايات المتحدة الامريكية خدت لها حقها يعني. اه يا فندم, لان احنا ما خدناش حقنا, احنا لازلنا بنتهاجم, لازلنا بنتهاجم, احنا حصلنا على حكم محكمة. والله مش انت اللي بتتهاجم يا استاذ, الهجوم كله على آية ويعني محدش قال. لا 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 يا فندم, احنا قضية واحدة, آية بتتهاجم عشان هي عندها جنسية تانية, فدي جزئية اللي آية بتتهاجم فيها. سوري, انما آية دلوقتي يا استاذ وائل حر. لا مش بتتهاجم عشان عندها جنسية تانية, بتتهاجم علشان غلبت ولائها للولايات المتحدة الأمريكية. لا يا يعني أنا لا ما يعني هنا في مواطن مصري أمريكي يقول إنه أنا لا أقبل إن لما أحاكم. غلبت ولائها لأمريكا يا استاذ وائل, كانت طلبت تدخل السفارة وما قضتش يوم واحد بس في السجن يا استاذ وائل. ما كان ممكن تستفيد من التعديل القانوني يا استاذ وائل وتطلع يا استاذ وائل, دي اتحبست 3 سنين احتياطيا ولا الى امريكا افضل. طيب تكمل بقى, تكمل ان تظهر قضحيه يعني, انما تكمل مزايدات. تكمل ايه يا استاذ وائل؟ تكمل سجن ولا مزايدات عليها؟ مزايدات ليه؟ هي مش خدت حكم براءه؟ احنا حكم بات من المحكمه ببرائتنا يا استاذ وائل جميعا. استاذه زينب, بس عشان كمان اصلا عايز يا جماعه المفهوم حتى يعني انت كتبت يا استاذ عبد الحميد, انا يا جماعه كلنا بنقطع بعض. هو ليس حكم. كتبت يا استاذ علي لو سمحت, انت كتبت على صفحتك انه اخر اخبار آية حجازي ومحمد حسنين انهم سافروا على متن طائره امريكيه امبارح. معلش, آية مواطنه تحمل الجنسيه الامريكيه لمؤاخذه, وامريكا لمؤاخذه بتحترم مواطنيها جدا جدا. ايوه, وبتحميهم تحت اي سماء واي لواء. أيوة. زي ام الدنيا كده. أيوة. واه هيقابلوا ترامب, واه الخروج صفقة زي ما بتقولوا. معلش, ويا ريت ما يرجعوش ام الدنيا تاني. ده مش كلامهم, ده مش كلامي انا, ده كلام الناس اللي عملوا دول من ساعة ما هي ما خرجت من مصر. انا ليه بس يا جماعة برخص مصر بهذا الشكل؟ لا يا فندم, مصر اللي رخصتنا يا استاذ وائل. ليه؟ حتى لو دفعتي يعني الناس تدفع اثمانا كثيرة, ولكن ما قلتش مصر اللي رخصت, اللي عمل القضيه, والقضيه اللي اخذت هذا الاتجاه, ويمكن ان يكون في اجراءات قانونيه بطيئه, كل ده نتكلم فيه. انما ليه اشعار الناس انه مصر مهانه بهذا الشكل؟ بعد الظلم المراه اللي خدناها دي ما فرحناش بيها, لان هي بعد الظلم 3 سنين, 3 سنين من دمنا ومن قهرنا على الولادة محبوسين. 3 سنين يا استاذ وائل. قاعدة في بيتهم. انا قاعدة في بيتنا يا استاذ. قاعدة في بيتكم واخدة دلوقتي حكم براءة غيابي. الحمد لله. يعني لو النيابة استأنفت الحكم انت بره القضية. ما استأنفتش. صح يا سيادة. لا هتحبس تاني يا فندم. لا انا بره القضية ازاي؟ ايوه, لو النيابة استأنفت انت واخدة براءة غيابي, والبراءة غيابي لا يجوز استئناف ضدها. طيب انا بس مش عايز فكره يعني تقزيم مصر بهذا الشكل. بالظبط, انه يا ريت ما يرجعوش تاني. ما يعني هو يعني القضيه اللي مش عايز اللي ولا مصر تريدهم, لو هي مش عايزاه اللي بيع مش عايزينه يعني. اللي بيع بلده مصر بلده مش عايزينه. وهنا التهكم على ام الدنيا مصر يعني بهذا الشكل, يعني حتى اذا اخطا مسؤول, اذا اخطا جهاز, فده مش مصر يعني. وإذا في حد دفع ثمنا في قضية فالحقيقة يضاف ذلك إليه ولا يأخذ منه. طبعا. إنما اللي ممكن يأخذ منه إن أنا أقعد أقزم في البلد بهذا الشكل, وإنه أمريكا العظيمة ما ينفعش. هو ده تحفظي بس يا أستاذ زين.